السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقولون ايش مظهر انك الحين القايلة حدي هوير القوايل؟ انا ابويا توني ناس مرقال قبل نص ساعة او ساعة تقريبا، اما صخيت بظهركم في الشمس. اي نعم، لا تقول ما قلت لكم. انزين يعني الله يحفظكم. لا الحين اللي تقريبا ساعة الا ربع جالس في الخيمة ولا قالم ولا كلمة، ها صخات صختن وحدة، والحين يوم شاف اني قبضت برمس الله يحفظكم قلت ان شاء الله اليوم من اليوم يعني برد على حياتي الاوليه اللي قبل رمضان وقبل وقبل كالعاده. يعني شو اللي يعني شو اللي اقدر اسويه؟ برد على رياضتي وبرد على رمستي وبرد على علمي وعلى خبري وعلى سياراتي وياياتي والحياه تمشي بهالطريقه. يعني مجي على الله يحفظكم يكون كالاتي: من انشط الظهر واصلي وعيننا الله خير، اجلس اقرا، ومن عقب ما اقرا اذا يعني رقاد ها برنوصي عدالي سيد اخذت الارض. يعني الرقاد رقدت شوي ونختلت ونشيت العصر وصليت صلي الله كاتب انه وعقب صلاة العصر يوم العصر العود مرة قبل المغرب بساعة بسير أجري جري لمدة ساعة تقريبا. قال كان تباهني يسخن لث على شبشن شيء ويتحرن ليل وشياته وبيرقدن وبيسخن عنك. شو بسوي؟ ما بي عيلس هاي لي باغمن وانا صايم ما يسوي. ترى هين هو طالع الصغار هذي ما بين وبين مشاكل، المشكلة عند هذا العود ها، هذا كبيرهم علمهم السحر، هذا غرب الله تمغواه. خلي دبل ايش حق بعد السنقل اشوفك تبارك الرحمن. هاي رمضان كريم، هي رمضان مبارك. اول مره نسجل يا صاح. هي رمضان مبارك. التليفون خليك عدال تليفونك، اذا تم يباغم شله ود خاري. يا رك الله ارد علي على الله يحفظكم قبل المغرب بعشر دقائق، ارش عمري بقطره ما بارد واتمسح بس وافطر واخلص من فطوري ويرس ويا الاهل وعلم وخبر وعندكم ودونكم وعقب صلاه التراويح ترى اسير النادي عاد السيره الرئيسيه هذه. ايرس لين الساعه 11، من الساعه 10 لين 11 ساعه ما شيء جري في النادي لاني خلاص جريت قبل المغرب. هذا انسب وقت للجري، هذه فرصه لازم كل حد يستغلها. انسب وقت للجري ولا لممارسه الرياضه قبل المغرب، مش الرياضة اللي هو حديد ابو حديد. لا وين عندك طاقة الحين؟ انت ما طاقة ما فيك. الحديد تبقى طاقة، تبقى سكريات، تبقى شيء، تبقى في حد فيه قو. الرياضة اللي بتسوي معدة، بتسوي كارديو، بتمشي، بتجري، بتسوي اللي تباه. يا غير حديد لا قبل المغرب ما حد عن ترى. ومن عقب اسوي الساعة ارد البيت تقريبا 11:05 لبست وعيدت من الله خير عاد وفضابي كلها ميالس. أهل عرب أبوي صدقاني وأهلي وياي وادخل كل مكان وأسير مكان ولا خلي بقعة، ما خلي بقعة ترتر الدنيا هاي كلها ترية. إني أروم أودر النادي وأسير الميارس ما أروم، أروم أبوي أسير الميارس من عقب الساعة 11:30 بسير الناس تسهر رمضان. أروم أودر شو اسمه هو النادي ما أروم أودر النادي، أنا ودرت النادي انتهيت. هذاك أبوي تلاي أجلي كان شيء مسلني ومقوني من بعد الله سبحانه وتعالى هو سيرة النادي والرياضة والحيوية والحياة. ما في بنشر، أنا ما أريد أبنشر. كالف أبوي ما شيء كالف إني أبنشر، تول هو بادي تول هو بادي لا ببنشر تبابي ما قلت لي ويهي. نزيل أقولكم ما شيء حد من سار أبوي سار عن عمره. الناس هلك بيصيحونك يوم يومين ثلاثة بيزعلون، الحزن موجود في القلب لكن شو بتسوي؟ هاي كتبت الله يعني. وين ابهاتنا؟ وين يدودنا؟ هاي الحياه تمشي بهالنمونه. اخير خير البشر صلى الله عليه وسلم توفى. اللي ماخذنهم ابوي موتانا، ليه ماخذ موتانا؟ الله سبحانه وتعالى. انت ما بغريمك شخص حين، لا الله اللي ماخذنهم. والانسان من يموت يصطفي ربه بالقرب منه، حد احسن عن مجابر الويه الله سبحانه وتعالى. يطالعون عيوبكم انتوا. المراد انا ابوي راد وبخير وسهال وما علي باس وبسير وبي وبتكشت وبضحك وبرمس ودبي وبحر وشرق وغرب وسفر ما بخلي
بسير اخذ لي نعود من المارينا مول، عاد باكر بتعرفون اي مكان في المارينا مول وشنو مونة النعود، واستعمل هالنعود اكثر من 18 سنه. هذا اللي انا استعمله تقريبا من 18 سنه. وعندي بيتنا ممزور، كبت عندي بصور لكم اخلاف. تحرون هني داد، شو السبب؟ شو السبب يتم من عندي انا دهر نعود؟ استعملها استعمالي العادي، ما انا وصل قدام الحجر باب حجرتي عقيت مثوهن وحطوهن في الكبت. اني انا ما كدهن النعول، ما يلس اخرسن ولا نعال وحده مسات يوم سرت القطيف دخلت بهالشبره السمك اللي في القطيف. زين ومكبوب ثلج وغاصه ريولي في الثلج وخرسه النعال كلها بوي زفر. مرات ابوي مثثوها وغسلوها هناك في السعوديه، والله جبت وياي ما بمعوله مهانت علي وجبت والله بعدني اكدها. يعني من اكثر من 18 سنه كل سنه اخذ ثلاث واربع. والله يا ابوك لنق داد تحراهن توهن مظهورات من الحفيز مره ولا عولا. يا تنهم مديلات مالات العيد هذا اللي حق العيد، وان شاء الله اني باكر بسير اصور المديلات دي داد ان شاء الله. تقولون شو السبب؟ تقولون شو السبب؟ انا قايل لكم من قبل الشيء اللي يوزلي كان فندق، كان مبنى، كان شيء عمراني، شيء تاريخي حد البشريه. ابوي ما صور له الشيء الزين واللي يدخل مزاجي ويعيبني، كان بنادم، بنيان، شيره، شارع، مشروع، اي شيء اللي فيه فايده، الشيء اللي فيه يبشله الخاطر، كان جميل او تراثي او تاريخي او ناس تستفيد منه. ثورة ولا الشيء اللي ما يتشاهد ويقولوا لي قولي يتشاهد، والله يا ابوك لو تعطيني قنطار ذهب والماس والله يا ابوك ما سويته. ان كان ابوي مستشفي، ان كان ابوي فندق، ان كان تحفه، ان كان بنادق، يعني كل شيء الزين بقول عن الزين، عم الزين بقول عن الزين، واللي ما يتشاهد يا اني قلت ما يتشاهد كالعاده ولا اني بصخ عنه. وبشيركم المديلات اللي عندي موجودات شيء منهم من 18 سنه، والله من 18 سنه لو اكثر بعد من اول ما نزلت هالماركه. من 18 شفت الدبانه وين تهود معالي راسي، اقول لكم من 18 سنه وانا كدهن وكنهن لنقي داد. واللي تخبروا عن صلاح ابوي، صلاح بخير وسهاله ولا يشكو باس. كم من يوم عندي كل يوم، لكن ما بغيت اصور، لكن ان شاء الله اليوم قال بيفطر عندي بعد. انا من جيت من العمره وهو كل يوم عندي، كل يوم يفطر عندي، البارحه وقلت البارحه كل فاطر عندي يا غير ما صورته. يجي ويجلس عدالي ويسوي لي شيء وما ادري شو يسوي على اساس اني اصوره ويسجل براسه، لكن ما طعت. قلت له ان شاء الله باكر عاد من انه اليوم اني بصور. صلاح يا الله يحفظكم، وانا في العمره ما ادري منو شاف قابض ايفون تليفون حمر وعزر اللي يبقى الايفون احمر. وفي اول يوم وصولي من مكه جاي من العصر وخبرني بالموضوع، وصار ويا ولدي سعيد يعني افداه، وصار به سعيد وهو سالم هناك يسمون المول هناك ياسمول وكال مالت الايفون وخذوا له وخذ لي اللون الاحمر اللي هو يباه. والبارح عادي يبغى يحطوا له سكاي ويبغى يحطوا له ايمو ويبغى يعني طحنتهم وحده. الحين على اساس اني بجلس اقرا ها، ولا قريت ولا حركت ساكن. يلا برايكم عاد بنرمس اظن عقب صلاه العصر ولا المغرب ما يندرى، خلاص بنرمس. اقول لك عاد تم في خاطري هذا الطرش اللي ورنا، وشو اللي كالف انك؟ ليش يا ابوي شو اللي كالف اني؟ كالف اني ونص من بغى شيء ابوي ودر شيء. شو اللي كالف انك تكد عمرك هالمكدم معناته وانك تجلس الا متفيزر وترمس وتسير النادي وتسير تجري وفي الليل تسير كيف يعني؟ يعني ما صرت عند حد بين بجلس روحي بين؟ هي نعم خاسه ومات، هذا هو اللي حبس عمري خاسه ومات. وما سويت رياضه بعد بين وبموت، شو اللي كالفني؟ اموت وانا صاحي الموت كاسن كل شارب منه. يا غير اموت وانا صاحي 16 انا ولا اموت؟
موت والواد متتعذب وياي عيالي اللي صبوا عليه ماء وقدم لبسوا بامبرز وما ادري شو. لا يا ابوي هي روحها موت وحده بتموت موت تو انت رقم انت بتموت بتموت موت وانت صاحي بعد تتعذب وياك العرب عيالك ويرانك كم بيحاضونك كم بيحاضونك الواد. يا ابوي الرياضه ولا كل الفنان والضحك والسوالف والنظافه والصلاه والدين وقل المغثه والابتسامة وخفة الطينة والتسييرة والجو الزين والسير والحياة الحياة بكبرها حد يودر الحياة. واحد ابوي ما يقول انا صك عمري 50 ولا 60 ولا 70 خلاص. لا يا ابوي ابوي راعي 50 انت توك ابوي توك في عزك. تحرون متوات هاي من يشوفني خد سنة في الرمسة يرسلني باغمن. شوف يلا برايكم عاد حينة بيلس بربر هل تذهب تبي برد على شمسي ولا بفتح ولا رسالة ويلا بيلس ويروح بيلس أقرأ بنرمز خلاص ولا تخلي ولا واحد منهن هناك حطهن قرب لطبيلة السيائر أدبهن أدب ما بمال حشمة هل هذا هو العود هذا حد حشم وحد حشم من عمرك عنه وهي أبوي ما بمال كرامة ولا بمال حشمة هذا ها هذا كبيرهم علمهم السحر هذا شال الدنيا فوق راسه والهذا صغار فقط يلا يلا الخلا يعني ما تشوفك هل هذا ابو سيري والقط لكم باركن مره تحت البنايه مات الجم للي يتحرون الجم فاضي ها شوف ترى منزور لين عينه حد بثياب حد بلي ثياب حد والدنيا مطرجه كديت عمري كد فكم ما علي باس ها ساعة الوجه أزم الصالق ما شاء الله تبارك الرحمن. أقول لكم الرياضة ما شيء شرف له جايينهم تشابي أقول لكم جايينهم تشابي لوني جري رصاصي ورديت رقم واحد اللهم لك الحمد. أقول لكم ما شيء شرف رياضة بالأخص اللي الإنسان اللي ضاري على الرياضة من يرد أول 3-4 دقائق يحس بنشاط ما شاء الله لكن قبل ما يراكب راسي بليس مدلي ريول ويقول لي ما تبى مالك حاية انت جاي تعبان وعيزان وصيام وما فيك ولا لا 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 قلت ابدا تم مكانك هل تروم علي انا العادة هذا الشيطان يقول يجيب العيازة في كل بنات ويقول لك اها لا تحترج وتم في مكانك اريح لك تصير تنط وتموت ما ادري شو تحيدون ترى الشيطان رب العالمين ممهلنا لين تقوم ناقة صالح اخر انسان بيقبضه ملك الموت هو انا اظني اني انا بتم ويا لين اخر زمان اظني انا بكون في نفس الوقت اول شيطان عقبنا دومي انا قلب هالشيطان مهما يكسر عزومي ومهما يكسر ميادي في اقول له ابدا حيد وامر بعيد انا وياك الى يوم يبعثون يوم اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله بيكون سحوري بيت عبد الله بن الشيبه القبيسي واحمد وناخذك للمتيامعين نو خداي هناك واخوت هلال ومرزوق والجماعة وعيالهم والشباب الكبار والصغار ما القط بد منهم حد يلقط الدورة من الليلة ما حد يلقط الدورة من أمس يوم العزاء 4 أيام مصولبين على ريولهم بصغار قبل الكبار نعم واجفي اللي وقفة يحافظ عليه يحافظ عليهم على من رباهم ويحافظ عليهم على بيض تنتوا منها هل يتم زينين نعم هل هم زينين قوم الهادومة قوم الهادومة بالكرم والطيب والأخلاق والاحترام والمايوب ويعني في كل شيء هالأول اللي فينا نخلفه على بنينا اللي فينا نخلفه على بنينا كانك زين عيالك بيظهرون شراته وكانك شين عيالك إلا شراته حد من الشينين والله حد من الشينين والله عيالهم غدوا زينين سبحانك يا رب هي لنا رابعوا الزينين وزانوا بكرة إذا الله جعلنا من الحيين بيكون سحوري بيت عيال حياة محمد رسول الحوري أول الله اللي بين القرب اليوم في ضيافة القبيسات وبكرة في ضيافة الخورية والدنيا مطرجة شو المشكلة يعني كلنا أهل وصدقان ودم ولحم وبيطن وحدة وترى الله مالك الحمد رمضان جاي بخيراته رمضان جاي بخيراته والدنيا كلها بخير من بولها الدنيا بخير أنا الأكل ما أصوره إلا إذا شيء نادر أنا ما يزقرني الصفير يزقرني الشيء الملفت للنظر سمكة مشواية محمر برنيوش مطفي إيه أهريسة تتمايض إيه أهريس ضروري تتمايض كانها ما تتمايض
نشله واللي هاي تنكم ما تتقاود ما اكلها ولا الحوم والشحوم والحيران والذباح والمحاشي وطحنت الزمان كلها ابوي عايزاني نحن ظاهر من خشومنا اللهم لك الحمد. البنادم اللي يقول قلنا جيج جيج يا ابوك من الحوم ومن الصراط اللي ما يوجه نبى يوم تولح على ريحه السمكه ريحه السمكه كان هدهن تفرح بها يا غير ريحه دهن عود وطايفي السمكه يا غير ريحه دهن عود وطايفي انا اروح اروح بالنسبه لي انا وتعد على هواكم هذا اللي مشيته كيلوين و88 الكالوريز 305 42 دقيقة كنهن يعني ابو هالمشي كله ترى ال 42 دقيقة شو هذا 14 اللي تحته ما ينضرب الشو وهذا افرج هيتر ريت يلا نستودعكم الله الى اللقاء بنار مسخلاف بعد في الليل عقب المغرب عقب العشاء عقب عقب السحور علم عند الله طلعت 4 كيلو 600 ما كنهن وانا حاكل كان بالميل انا اشوف عمري هلك زين براين اصور خلاص ما طاع والله منك ما قرات ما طاع ابوي الا بعد زور حيله زين ابوي ترى الحين استعدت منك زين شو رايك التمرين زين قبل المغرب لو عقب المغرب خيار زين قبل المغرب اكثر كالوريز نعم في الليل يكون وايد زحمه فيه زحمه يكون ها اوكي لا خليت زين اوكي علي ابدا زين شي تبون برايني مرخوص هيا الله نرمس خلاف اللي هاي ها عروس ترياني خالي بالنسبه لي تخبرون يقولوا لي والله مفروض تي عقب التراويح حين عن بي عقب التراويح اي وديتي ودي قبل المغرب ودي عقب التراويح شو المشكله يعني زود الشغل ذاكم لا شغل ترى ولا مهر ويوم بيعدي ابوي قبل المغرب بساعه اي تتمرنت لي 45 دقيقه جري وفي الليل ترى الحديد بس ليلك يا صلاح هلا 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 متاخر شفتك انا ما تاخرت سلام عليكم ليه متى جاي سنور صايم انت ولا لا لا دعوه صايم ولا ما بصايم لا سافر على السفر مسافر ان شاء الله حبيبي ابوي كل الشكر والتقدير اللي طرشوا فوايلهم الحي والمطبوخ والني واللي كل اللي طرشوا كلهم مشكورين كل الشكر والتقدير ابوي الفوايل الحي والني واللي طرشوا كل شيء كل شيء اللي من يوم جيت انا من عمري الدنيا تريد كل دقيقه تيبي طرشوا كل الشكر لهم مبارك الله فيهم دفع الله شر البلاء عنهم عن من يحبون ويزاهم الله خير ويا ربي كم كل شيء لكم يا رب خليك زين ابوي ترى الشكر ما بالله حق يراننا اللي هني حد من المرور حد من المشرد حد من بارهوز حد من الخالديه حد من محمد بن زايد حد من الشرق حد من دوله الامارات من دولة الإمارات كل اللي كل اللي طرشوا فوايلهم من جميع أنحاء الإمارات كم بوبل حسب ما شاء الله واديني على الله يحفظ سمعتوا سمعتوا والله التحرون جايتن سياقة علي من يسمع حسب سمعتوا كرهت المكروه حتى ما حط علي كم ما حط عليه سكين يا سدفة وين مكران تعال ياي شو اخبارك؟ الحمد لله زين السلام عليكم وليش يعني؟ هاي رمضان ما يتكلمون انجليزي ليش؟ قول السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم؟ ايوه شوف 8 يوم خلاص في ذمتك؟ ايه 8 يوم صايم؟ صم صم اي لازم هذا تحط ولا؟ لا غير شانس لك ولا انا ما يصير انا ما اريد انت تسوي مره ثانيه ما تجلس حتى يوم واحد يا رج الله يا رج الله يا رج الله يا رج الله يا دواركا 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 سي حلو سي رمضان كريم ها سوري سا اكسكيوز مي ها ليه خليني اجي هذا الدريور يجيب اربع زاويه زين خلاص قال لي لا حد يعطي اسامي نو نيم نو نيم ما يسوي نيم لا لا ما في نيم لا تصير تنزلك ما شيء نيم نيم ممنوع هو انا برقول اسوي تليفون هذا هرما ايه انا سكران هو قال انت من قبل ما كنت ايه انا ما له انت ايه ها وينك؟ علي مرحبا مرحبا ها صايم؟ ها هي تاكل؟ اخ عليك صلاح على اساس خلاص متى؟ الصبح كم مرة؟ واحد ايه تجي تدور؟ بس ايه منو وياك؟ ويا منو؟ ايه بتسبح وبيك زين؟ بترياني ولا؟ كل والله يلا ما بتاخر شفتك
يقول لك تعبان زين. الله يعطيك الصحة إن شاء الله. آمين. ها صلاح قولها دوري لي حرمة في رأس الخيمة. صلاة دوري لي حرمة في رأس الخيمة. شحية. بالخيمة شحية عندها يرز بطر الكراسك. سلام عليكم. كيكة ما بين كيكة. ها؟ دقيقة. لا لا. لا يقول لك دقيقة. ايه لا تنسين الحرمة. سلام من يبلغ سلام من يبلغ. العرب زعلان علي وين ما يظهر صلاح ولا نشوفه صلاح من كم من يوم. ليش صلاح شياك؟ ليش يعني تتكبر ولا تغيرت على العرب؟ أو يا عبا شو السر؟ بس كده. شو يعني بس كذي؟ شو السبب؟ ما عندك كلام؟ ما عندك كلام؟ هي زين صليح. شو أخبارك؟ شو علومك؟ بس كذي تبى تصور تبى تصور. يوم أحط شغل كل السناب ما تتكلم. ترى يورا مسك وعد راسك سيدة. ايوه حين عدل محتاس الاول كان ضارب منك ببريجع. صمت انت اليوم؟ الحمد لله زين. شو كلت الصبح؟ بريد. والظهر؟ عيل وين الصوم؟ صدياي ما تقول انت صايم؟ ما اعرف بابا. كيف ما تعرف بابا صايم وانت متريج؟ ما اعرف. لا يوم تبع الملاق صلاح اي ها بيظهر مخك انك خايم اكثره. لا تقول اللي مضيعت لنا همه موجود ابوي في الجيم. نعم على ما تشوفون اللي مضيعت لنا همه تلقطوني في هالجيم اليوم بالذات. أمة لا إله إلا الله. أمة لا إله يوم قلتهم ها سلام عليك الوحش هم بالعود. والله غامضنا هالكابتن هذا لبناني اسمه محمد هذي توي يسلم علي بيودون الجيم الثاني الفرع الثاني مالهم اللي فيه المدارة من أروع ما يكون وايد زين وايد فنان كل سبحان الله بيشلونا عنا شلهم برق من أروع ما يكون رجال خير ومحافظ على القانون ما شيء لعبة ولا سنة عاد ونحن وياه من أول ما تسجلنا في هالجيم تقريبا من 5 سنين تقريبا عيال وايد خير بيشلونا عن يعني شلهم ما شل يدي غميضة. يلا وات يو وان يلا لايك وات يلا ايه حاضري يلا مستمر في رمضان لو لا ما انقطعت ولا يوم متى أنسب وقت لك عقب ترى زين أنا نفس الشيء بعد ما شاء الله الشباب كلها شادة حيلها كلهم شداد كلهم الشباب شادة حيلهم تبارك الله ما شاء الله ما الله يطرح فيكم البركة يحفظكم إن شاء الله لهلكم ولبلادكم يا رب العالمين. استسمح من أقول لك ترى سامحني توني صورتكم غير ما تدري لا مسموح بالحل ونحن من أشد المعجبين الله يحفظك يبارك فيك يطول أمرك ويحفظك بعد انت هذا الفيديو بس اهداء للوالده حق الوالده انا بعد من هنا اقول ابوي سلام عليك يا والدته الله يسلمك وليد يا وليدي على الله يحفظك. Where are we going now? We're gonna do the abs. I said to you I didn't train 3 weeks. Slow for me. No, it's lightweight. Yeah, ريال lightweight. مريال ساقه وصارت ويا يسوي معده والله يبغى له تسوي 13 سنه ما اختلف فيك خوصه. I take picture for your stomach. Don't eat sweet. You'll be fine. Okay? Thank you very much. يلا بارك الله فيك. Good. Thank you. صور الشباب قبل. سأل الحبيب. كيف حالك؟ رقم 1 ولا رقم 2؟ أشكر فنك أنا. يلا يارك الله. أقول لك أنت من هالوين أبوي؟
من اللي شيفك في شيفة هل صعرة ولا أنا غلطان؟ يا حافظ عليك يا أبري أنت. يا راعي صعرة ودر عنك التليفون، ودر عنك التليفون تمرن، ودر عنك التليفون يا راعي صعرة. ما عليك ما شاء الله عليك سعيد الهامي شاد حيلك على الله يحفظك. ها أشوفك يقولون معتين الفريد ويا الهريس مرة. إن شاء الله تبارك الرحمن في هالموقع أبدا ييمت بساسير، ييمة كلها بساسير تبارك. لا في بينهم عنفوز بعد تبارك الرحمن. والله ما أكثر ما تتفلسف يا سعيد على العرب، ما أكثر فلسفك حاط عمرك بالعريف وأنت يا أبوك. الله بالخير المعرس، روح المعرس ما عليك أنت، ما عليك باس، روح روح أنت روح. يا الله ما شاء الله كابتن، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو سو ماتش سير، إن شاء الله سي يو تومورو، يلا مع السلامة. يلا حياك الله كابتن. والله خالد ما والله سمعت اخبار انك بتفارجنا، والله ما اخبار ليتني غثتني والله. لا والله انا معك، الله يحفظك. يعني ضايق اذا تصور وياك مره ثانيه؟ لا بالعكس زين. هي يقولوا لي ما تصور الا لي اجسامهم حلوه، قلت هذا سم هي زين اجسامي يعني. هي حليله هالريال يقول لي نحن متصور، انا متصور وياك يوم العرس الجماعي في مهرجان زايد في الوثبه، ما عرفت اتذكره، اتذكرني شفتك تراني شفتك. هي انت تراني ما شفتك، شفتك يا تصور حليله. الله يسلمك، وصلت عند الجماعه المشرف حاطين عشاهم وتعشيت عين من الله خير. هو اظني هو عباره عن سحور الحين ما شاء الله، مثل ما تشتهي نفسي غير انا اكلت عيش شيلاني ويا مطفي صافي. والله الأغلبية طاحوا بالصافي. بعد الجماعة الحين نقوي من العشاء شوي زرب يلعبون ورقة عاد الحين. حد يلعب ورقة ها مرزوق ما شاء الله عليها. أكيد عاد أحب أحبه يبتدي الزعيج والبغيم اللي ما له حد. وقفتك. إي والله. وآخر شيء الشيء ما أدري لا. مرحبا بعوشة. هلا. كنت تمنيت تترابع وياك ان شاء الله في الحرم، لكن ان شاء الله بياياتك ان شاء الله. ان شاء الله جعلني بحي ان شاء الله. هذا محمد بن عبد الله و الحبيب راشد بن سالم ستة عمده زين. خليفه بن عبد الله يرحبك على فضله يا ابو حميد، الله يحفظك زين. وهذاك علي محمد المزروعي. علي انت ما تبغى تصور؟ تبى لو ما تبى؟ قول أبا ولا تبى لو أمسحها؟ علي أحب تصد له بصاد؟ علي؟ ما بطالة؟ برأيني أصورك لو لا؟ زين؟ الحشرة في الدنيا كلها محمد سالم الحشرة في الدنيا لازم يغلب ولا ما بي ولا ما بيسكت؟ هذا عاد انه اخذه هلال بن محمد صد ياي، هلال صد ياي عاد اي ها انت من وحين انا ما اعرف كنت تبي تلعبني ورقه. شو اسمك انت؟ حمد البادي. ايوه حمد ولد هلالي. ولد علي ما شاء الله. اقول لك هلال عمك انت؟ ايه الحمد لله يوم ما شابهتك. ليش؟ تعال الحين انت وين بسير؟ زي الله يحفظك دوام. الحين صدق قلت لي تطير فوق بيتنا كل يوم؟ نعم ما شاء الله يحفظك ييسر امورك ان شاء الله. هذا اصغر طيار في الدوله وكل يوم يخط معالي بيتنا. مزروعي زين. مزروعي زين ونعم. ايش تهراني؟ مليون مرحبا 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 بالقبيسي، هلا بالورد، هلا 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 بالبركه. خلاص ابو احمد كيف حالك؟ كيف انت؟
لا خلاص لا عدو والله مليون مرحبا مرحبا مرحبا. سبب خلينا نصور هذا في عرس محمد ها؟ محمد وفارس ما شاء الله. عبد الله بن احمد ما شاء الله عليه زين كله تبارك ما شاء الله عليك يا ابو احمد ما شاء الله عليك تتقاطع لكن ما شاء الله عليك اللي ما شابه هلا مسروق ابوي ابوك مخلف عليه الزين ابوك عليه الجنه زين فارس يا خاله مرزوق الله يحفظكم الحين خلصنا زيارة الخلان والرابع والسحر وعيننا الله خير أي البيت واسمسح أي السقرة لين ويوتس من يدن أبوي صلي اللي الله كاتب لي إياه وارد أقرأ شويونه وارقد وهيلة بيس سمتن وحد لين يقول الله وكبر.